عم عبد الغني. نعم انت منور سوهاج كلها. الله يخليك. الله يخليك عم عبد الغني. الله يكرمك. وانت وسط الشباب وقدام الجمهور عم عبد الغني، اول سؤال نسأله لك، ايه ردك على التعليق بتاع الفيديو بتاع الراجل اللي هيقول فين الصعيد ده؟ اول حاجه انا عايز اقول لك حاجه، اولا سيبنا من التعليق، تعليق جاي في الطريق. اما الاول مرحبا بكم في سوهاج، وثانيا مدد يا اولياء الله الصالحين، ومدد يا عارف، مدد يا رب اللي ربنا اراد. انا عندي نهارده مولد وفرح، والعصايا قشم الباب، ومتابعني التلفون، قلت له باذن الله جايك، وباذن الله انا حضرت العارف، لاني عارف الزياره في شاقه جوارح، وعارف حقابل احبابي واخواني ورجالتي واولادي ومرحبا مرحب شباب ناس سوهاج. مرحب بيك يا عم ومدد يا عارف. مرحب بيك يا عم منور الدنيا كلها. بالنسبه للتعليق، الراجل اللي علق ما علقش بحساب، ما فكرش، ما حللش. هو لو حلل كان عكس التعليق، كان بعت التعليق شكر، مش يبعت التعليق بدون فهم وبدون تحليل. انا اللي حكشف له تعليق ودولك، عشان المره الجايه لما يتفلسف ويعلق يكون دارس. انا الست الاجنبيه دي متثقفه متعلمه وبتدرس في التاريخ، نقشتني انا، انا كراجل واخد لقب عميد التحطيب بسعيد مصر، ما اقدرش اصد بابها. وانا الكلام ده عدناه يوم 10/1 سنة 2017 في هيئة اليونسكو الأوروبية في الإنتاج الإعلامي المصري، وتناقشنا قلنا اللعبة دي من دول اللعب اللي خلقها ربنا، والموهبة دي ما لعبتهاش لا أنثى ولا حرمة. السيدة الدكتورة الأستاذة نهلة إمام جنبي مديرة هيئة اليونسكو قالت لي لا، دلوقتي هيئة اليونسكو مطالبة بخبرة اللعبة دي تتداخل فيها الأنثى والذكر. قلناها من دلوقتي، أما من قبل ما حصلش. وانت دولك لما جات واحدة متعلمة ومثقفة وعايزة تفهم في التاريخ، وأنا بعد ده انت اللعبة دي اللي انت شفتها دي في الآخر، اما هي خدت معايا حوار وكلام لي ما انتوا، يا ريت تجيبوا الحوار من الاول يا معلق، ومؤاخذة يعني ومؤاخذة في اللفظ، يا معلق امي وليس علمي. انت معلق امي بتتفزلك عنت وخلاص. طب انت بدل ما تعلق اسألني انا، معروف الحمد لله ربنا اداني اللقب معروف على مستوى الاربع محافظات في الموهبة دي، بل على الخط كله، على الصعيد كله، على الصعيد كله وخط القطر المصري كله، بل والعالم، احتراف من هيئة اليونسكو. وانت جاي دولك تقول تعلق لي؟ طب ما دولك مفتوحة من 2017 مفتوحة للود والبت وبس اللي يتعلم. احنا برأنا موقفنا وقلنا ما تتعلمهاش لا انثى ولا حرمة ولا فيهاش الدلو. لما الدكتورة نهلة لما عايزة تده جايبة قرار من هيئة اليونسكو بلجنة بأعضاء محليين، قالتها عايزين نخلوها، قلتها من دلو. وانت دولك جاي تعلق لي؟ طب واحدة جاية تفهم ونقولوا لها خليكي ما عندناش علم على المكي، وهو العلم عندنا في الصعيد. يلي معلق وبتقول الصعيد وين؟ اه الصعيد موجود يا سيدي، وانا اللي كنت قدام الاستاذه الاجنبيه اللي بتسالني في التاريخ وانا بجاوبها، والسؤال كان مطلوب مني نظري وعملي، يبقى انا ما اهربش. لكن انا واثق ان الموهبه دي مهما تعافر فيها
الفكر وهيئة اليونسكو والفكر والعلم لا تتغلب عليها حرمة العباد. لكن ما دام الفن موسوع والزمن حديث يلا بس اللي يتعلم. وبعدين خلي بالك اللعبة دي يا معلق بجهل يا معلق بعدم فهم يا معلق بدون أي دليل للمعرفة. الزمن حديث يا سيدي والبشر حديث. احنا في عهدنا ما كان ما لعبتهاش لا حرمه ولا بنت. لكن دولك الزمن حديث دولك البتعه تلك الطياره مش اللعبه. والذكاء جه والاوروبيين عايزين يخرجوا اللعبه دي. ايه المانع يا اخي؟ هيئه يونسكو للعالم مش مقتنع بيها ولا بكلامنا مقتنع بيه. انت مال يتعلق ازاي؟ ايه تعليقك دقايق؟ طب ما تعال انت قبل ما تعلق تعال افهم احنا نفهموه عشان لما تعلق تتعلق بالحسن بدل ما تعلق بدون فهم. ده المقصود. وعلى العموم مدد يا عارف واللي بيتحدث الحج عبد الغني في سوهاج في العارف. وعلى العموم الزيارة قابلة من السيد العارف عبد الله الصالح عشان الحديث ده بالذات. لأن التعليق مش لما بنسمعوه مش عنرموه ورا قفانا عننضغوه. لأن الكلام هيتنضغ كلبان. نشوفوا حيثيات ما انتوا وين نشوفوا ما انتوا قاعدة فين قافية. هو مش تعليق وخلاص. واجب على الراجل المعلق يدرس مش يدرس حتى كتاب يدرس الكلام اللي حيعلق وينضغه. بدل ما هو بيعلق حينقضوه. يبقى التعليق ولا النقد أصعب طبعا. شوف انت عارف نفسك انت بس اللي بتعلق ده. انت معاك العالم بيعلق مش هقول لك مصر العالم بأسف. مدام في نت يبقى التعليق شغال. انت بس انت اللي خدتك الفهم وتغلب على الشبكة بتاعت عقلك وخبط لك كلمتين في أي سطر. وماله الصعيد؟ الصعيد اللي أسس التاريخ. الصعيد اللي أسس العلم. أنا بكررها لك تاني أهو. الصعيد موجود. الصعيد موجود. والموهبة اللي احنا فيها ان احنا فيها دي ده ليس لا ورث ولا مال. دي موهبة من عند الله. بس كل موهبة من عند الله ليها حيثياتها. لازم الإنسان ما دام حطه في المكان ده يتحمل جدره عايشوف قوته. يحمل ما يحملش تاخده الهاوية ويروح في داية. عاد إرادة من عند الله. وإحنا في النهاية ما نطلبوش منها إلا الأدب والستر. لأن دي موهبة بنت على الأدب. يا معلق يا معلق يا معلق يا معلق بجح تعال اقعد معاي وجهي وانا اديك التاريخ على اصله واديك التسريح اللي انا ماشي بيه. دايما بالنسبه لي انا يعتبر تسريح. يا اخي هيئه اليونسكو الاوروبيه اللي مبنيه على التراث والحضارات تحت العالم. انت مش مقتنع ده انت ما حتقتنع بمين؟ يا مخرب العقول قبل يا مخرب مجال الرجال. انت مخرب العقول. انت بتعمل غسيل مخ للعقول لعدم الفهم. انت لو تفهم كان انتبهت ل 2017 عن اقل. مش هقول لك من 2000 وجاي مع هيئه اليونسكو. انت مش واخد بالك. انت معلق وخلاص. وعلى العموم كل سنة وانتم طيبين. والحج عبد الغني واخوانه اللي حواليه والاخ صبري الله يستر علينا وعليه ويكرمه بالفهم. امين يا رب. ويكرمه بالادب والفهم. امين يا رب. ولما يحب يعلق ونزل منشور يتحكم فيه ما يستعجلش. صبري بالاخص يتحكم فيه.
وما استعجلش لصدور القرار، لأن تسرع صدور القرار في نفس الوقت عندي أنا جريمة في أي حكاية كانت. شوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.